يعني كان في بالاحرى في السيد رئيس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء السيد السوداني يصف هذا القصف بجريمه، يعني جريمه نكراء هذه. يعني بغض النظر احنا ما نحتاج الى علاقه مع دوله هي تستبيح اراضينا وتستبيح شعبنا، يعني بغض النظر عن هذا كله، استخدام الصواريخ البالستيه هي جريمه دوليه. يعني انت اليوم تستخدم صواريخ، انت ما عندك حرب مع العراق، يعني ايران الدوله المارقه ايران لا يوجد لديها حرب مع العراق، دوله جاره وتوعدها تبادل تجاري معانا وتوعدها تبادل العراق يشتري منها الغاز. يعني هذه جريمه اليوم ان تستخدم هذه الصواريخ الكبيره البالستيه ضد الداعش الامنين سواء في اربيل او في بغداد او في البصره. بالتاكيد نعود الجناب السؤال جنابك استاذ رياض، بالتاكيد لا، اليوم حكومه السيد السوداني هذا مو اول قصف الى اربيل. يعني احنا شفنا، انا نوهت ايضا في بدايه حديثي انه طيب. كفى تشكيل لجان وشكلنا لجنه، واليوم شفنا السيد قاسم الاعرجي ذهب، ويعني احنا نريد ردود فعل، يعني ردود فعل حقيقيه، يجب اردع ايران، يجب تجريم ايران. اليوم ايران دوله طيب. مجرمه تقتل الابرياء،